من السنة أن الإنسان إذا صعد أو ارتفع على المرتفعات على الجبال أن يكبر، يقول الله أكبر، حتى لا يتعاظم في نفسه ويقر بأن الله سبحانه وتعالى هو أعظم وأكبر من كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد على الصفا قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تذكر عليه الصلاة والسلام عندما صعد قبل هذا وقالوا له تبا لك لهذا جمعتنا، فحتى لا يتعاظم في نفسه كبر ثلاثا، وكانت هذه سنة إلى يوم القيامة.